رجعنا من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى الخامسة متاع العشية. نستقبلوا بتليفون لاعب الدوري السابق السيد المنجي بن ابراهيم. سيد المنجي، اهلا بك. اهلا بك خويا اسلام، وتحية للمستمعين اكسبريس اف ام، وعيدهم مبروك بالمسبق ان شاء الله. يعطيك الصحة. شنو الامور؟ شنو احوالك؟ نعم بالله، الحمد لله. ان شاء الله تونس تبدا زادة في خير، واليد في اليد نمشيو الى مشروع للبلاد هذه، لان الامكانيات تبارك الله موجوده، الكفاءات موجوده، ويلزمنا كما يقولك المغني فريدريك فرانسوا جوكروا يقول لك ايمون نو فيفان، حبوا بعضنا واحنا حيين. وتونس فا بروفيتي دو سيت اكسبيريونس اللي قاعدين نخدموا بها في البلاد. كاو احسن ظهر لي ما تبدا به كلامك سي المنجي. هذا دونك اكيد منذ البارح هكا ولا البارح كان لكم زياره للجامعه التونسيه لكره القدم من جمعيه قدماء اللاعبين، كنت من ضمنهم انت، زياد المساني، خالد فاضل، خالد حسني، ما عادش فكرني شكون اخر اذا كان معاكم. مختار ذويب، السيد مختار ذويب، زاد تحيه ليه. شنو هي اهداف الزياره ذي وعلاش كانت يا سي المنجي وشنو الهدف منها بالضبط؟ الناس برشا ناس باش تتفاجأ شكون اللي كان معناها على راس المبادره هذه، اللي هو سي خالد حسني، الكابتن خالد حسني العملاق، اللي فريمون عطى الفكره هذه. علاش باش تتفاجأ؟ علاش باش تتفاجأ؟ نعم، علاش تتفاجأ؟ ما فهمتش. تتفاجأ الناس خاطر بعض ساعات كي يسمعوا سي خالد حسني يعطي وجهه نظره على الجامعه التونسيه لكره القدم على سي وادي الجيري، يل بونس كو سي با بور لانتيري دو فوتبول. لا ما عادش ما عادش ما عادش، معناها كي تجي المبادره هذه l'union sacrée autour de la fédération tunisienne خاطر لي زونسيان جوار فون بارتي دو لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول. تسمع فيس المنجي، قلت لك ما عادش قبل، يمكن كان حاد شويه في النقد للجامعه، لكن في الفتره الاخيره ما عادش خالد حسني في نعرف حتى نقول لك علاش، اللي انا قعدت مع الكابتن خالد، وكابتن انا نحبه، وكان نلقى انا نشرب معاه قهوه كل يوم كان يسمح لي لان اليوم نتعلموا من الناس هذوما برشا حاجات اليوم. علاش نقول لك الكلام هذايا؟ لان ديما نقول ما تحكموش على عبد كي تسمعوه يتكلم، احكموا عليه على فعله. سي خالد حسني الشخص معناها ما شاء الله الكابتن، وتعرف قوه الشخصيه نتاعو بالدموع، صرت مومون قلبه دمه يقشعر معناها على تونس وعلى الشيء اللي شافه. انا نقول لك اللي انا عشت في سويسرا وشفت برشا بلدان في اوروبا، الاشياء الانجازات اللي شفناهم عن طريق سي وديع جيري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم ما شفتهاش انا في سويسرا. الجامعه اللي عندنا ما عندناش في سويسرا، الدي ان ا السنتر ميديكو سبورتيف، لوتيل خمسه نجوم اللي قاعد يتبناه، السال دو مسكولاسيون، سال دو مساج، نوع كان سال دو مساج وسال دو مسكولاسيون في السعوديه، ممكن في البلدان اللي عندهم الامكانيات الكبيره ماهيش موجوده. اليوم يهدينا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع السيد هذا، لانه قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا، وانت تعرف خويا اسلام نجم اوني با داكور سور ان بوان او دو من الخدمه اللي قاعد العمل اللي يعمل فيه. نعطيك معلومه اخرى، سي مختار ذويب تبارك الله الاسطوره عنده من عام 1977 ما هبطش الجامعه التونسيه لكره القدم. وقت اللي هبط، وقت اللي تصير كلمات معناها ضد رئيس الجامعه، جو نو كوني با لي ريزون، انا ولات ريزون بيرسونيل بلوس كوتر شوز، لان العمل قاعد معمول 2012، الجامعه التونسيه كره قدم مساله في ثمنها مليارات، اليوم لا ديت اللي تبارك الله هي 51 مليار جو كرو ولا 52 مليار. انا كي نشوف الاشياء، علاش نكلم سي مختار ذويب وقت اللي تصير اشياء معناها في التلفزيون نقول له يا سي مختار رد بالك، راهو الناس يتكلموا، راهو سي وديع يحب تونس الكل، يحب السباق، يحب ليطوال وليسبيرونس وكل شيء. ونعطيك حاجه اخرى يا اخي، كي جا سي مختار وبعد الحصه وبعد قال لي منجي والله بارك الله فيك، قلت له ايش نقول لك؟ هو قدام سي وديع، والله العظيم شربت معاه مره قهوه في الجامعه التونسيه لكره قدم. انا نحكم على الناس على الشيء الانجازات اللي قاعد تعمل فيها، وما عندي حتى انتيري. انا انت خويا اسلام، والمره نقولها، انا كي نسمعك في الاذاعه وكل شيء نطلبك ونقول لك بارك الله فيك على الشيء اللي قاعد تعمل فيه، اي ولا لا؟ صحيح صحيح، عيش خويا يهديكم ربي، راهو اليوم راهو اما سي المنجي سامحني، اما سي المنجي سامحني، بون كي تقول لي بسوء نيه يمكن، اما فما ماهوش فوق النقد زاد رئيس الجامعه، خاطر صحيح فما انجازات، لكن صحيح فما قطاعات مازلنا ما هكا في عليهم برشا نقاط استفهام، كما قطاع التحكيم، كما منتخبات الشبان، كما المنتخب الوطني، ساعات مره فوق مره لوطا كيف، لكن بون بسوء نيه يمكن اي نسمعك، لكن ماهوش فوق النقد رئيس الجامعه معناها. طبعا طبعا انا جو سي داكور، وهو اللي كونسيون دو سا. انا نجي نقول لك حاجه،
سي نهار السبت 11:30 تاع الصباح هز عمل لنا زيارة. أول حاجة الاستقبال كان استقبال عالمي، والزيارة باش يشوف الإنجازات، الناس الكل قاعدة تبوش به. حاجة أخرى اللي كساسوا أخويا طارق ذياب ولا سيناجي جويني، الصورة متاعهم موجودة في الفيدراسيون تونيجيان دو فوتبول بحث البيرو متاع سي وادي عجيري، جوست بور انفورماسيون، لأن سي نوم تريز انتليجون ويقبل النقد. اول حاجه. ثاني حاجه، اذا كان خروج الفريق الوطني التونسي من البريمي تور في 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 بعضك المهزله في في روسيا، شنو معناها ذنب رئيس الجامعه؟ وفر كل ما في وسعه. انا شو نقول، المانيا خرجت من البريمي تور، ولو خرج مدرب تاع المانيا قال كنت معناها اروغانت، جيت باللغه الالمانيه جيت اروغان، وغلطت وتحمل مسؤوليته، وعنده عقد الى 22 وممكن باش يمدوه له الى 26. انا قلت سامبلومون اللي اليوم راهو او نيفو دو لا فورماسيون تاعنا، او نيفو دي جون، عندنا دي جيني في تونس. راهو المشكله وين؟ وانا قلت عام 98 في التلفزه السويسريه، عندنا مشكله بعد ساعات في الفرق، نحطوا شخص في المكان مش في المكان المناسب، نحطوه بور سيرفيس روندو، ما نحطوش بور سي كومبيتونس، خاطر عنده الكفاءات الكل. اليوم لا فورماسيون دو نو جون اليوم ماهيش على قاعده، ان شاء الله قاعدين تو الفرق الكبرى كما الترجي والنادي الافريقي والنجم الساحلي والملعب التونسي والنادي السخسي، معناها اللي عندهم الامكانيات بور فرق لا فورماسيون. لا بروف اليوم النادي الافريقي باش يظهر لي باش يعمل عقود نتاع 15 ولا 20 لاعب، النجم الوادي الساحلي نفس الشيء، الترجي الوادي التونسي قاعد يطلع في جولات صغار، الملعب التونسي كيف كيف، النادي السقسي انا شفنا توا المباريات الوديه. انا شو قلت سامبلومون، هذا يراو خدمه عمل كبير وكبير برشا. انا تفكرت واحد في سويسرا قال له اعطيوني 10 سنوات نعطيكم فريق بور ليترنيتي، عطاو 10 سنين ونيفو دو لا فورماسيون. اليوم الاشكال الكبير سي او نيفو دو لا فورماسيون، اون دو ميتر لي مويان. عايش خويا اسلام 98 كرواسيا قداش ربحت المانيا 4-0 في الكاس العالم. عملوا اجتماع عام 2000، عملوا حضروا برنامج وقالوا لهم عام 2004 باش تولي هكا وهكا 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 وهكا. شوف الكره الالمانيه وين اليوم، قاعدين يحضروا 21 شامبيون دوروب، يو 19 قاعدين يعملوا في عمل كبير برشا. المشكله راهي ماهيش مشكله الجامعه، مشكله امكانيات اللي في النوادي ما يعطيوش قيمه للفورماسيون. اذا كان نعطيو قيمه للفورماسيون اليوم، قبل كي كنت تجي تلعب كوره وانت وتقرا بوك يقول لك لا اقرا ما تلعبش كوره، برشا عملوا ما عملوش كارير وما عملوا وصلوا ولا بيلوت وطبيب وكل شيء. اليوم يخرجوا في اولادهم خويا اسلام من المكتب من المكتب من القرايه، لان يشوف في ولده ميزاب نتاع فلوس، سي نيرور مونيمونتال. انت جبت قبيل على خالد فاضل، خالد فاضل اعتزل الرياضه من قبل معناها بلوتو كو بريفي، علاش؟ باش حضر لا ريكونفيرسيون تاعو. برقعد مع السيد هذايا، اون كولتور جينيرال اكسبسيونيل. ذاك اليوم اذا كان تحطش الشخص المناسب في المكان المناسب، راهو ما عندك وين توصل في الرياضه التونسيه او نيفو دي جون. باهي سي المنجم، العمل اليوم تاع ماهر الكنزاري اللي عملوا عام 2000 قبل مع 2004 2005 جكرو قاعد يعمل فيه توا، وتو تشوفوا بقدره ربي النتائج. باهي سي المنجم، على العلم وانا سامحني خويا اسلام، الديريكسيون تكنيك تخدم في خدمه اللي عمرها ما تخدمت على رئاسة في صغير زويتا، اللي يمشي للجهات لا بروف ديرني جوار من وحات قبلي، ولد عمره 19 سنة جابته الجامعة حسام جكروا الكار، جابته الجامعة التونسية لكرة القدم، قاعدين يعملوا له في انترافاي سبيسيفيك في الجامعة التونسية لكرة القدم. باهي سي المنجي، باش ما نكونوش كاين نقيموا في الجامعه، ظالي ماهوش هذا الهدف تاعنا، نحبوا تو يجي وقته اكيد وتكون بحضينا ان شاء الله في الاستوديو ويصير هذا كل سي المنجي، لكن حاب نعرف علاش كانت الزياره؟ شنو السبب منها؟ شنو الهدف منها؟ شنو حكيت وشنو الحكايه؟ هو الزياره باش نقربوا يقربوا القدماء اللاعبين للجامعه التونسيه لكره القدم، لان تعرف اللي ثم برشا حاجات نجموا نعملوهم معناها بالاتفاق مع الجامعه التونسيه لكره القدم. باغ اكزومبل نكرموا برشا ملاعبيه اللي مع مالوريزمون اي نون با يو لا شونس باش كونوا في، كيما ناخذوا ليكزومبل تيب اليوم عيادي الحمروني، هذيك اول حاجه اللي باش تتعمل اماتش جالا
لتكريم عيدي الحمروني وحاجات اخرى طبعا. وقتاش هذا؟ باش نزوروا برشا جهات، زرنا ديجا جهات وتشوف الترحب نتاع الناس كيسو مكنيسي سيدي بوزيد في السويسي، في السويسي جا جماهير في السويسي لاستقبالنا اقسم بالله العظيم. ثم فرق في تونس الجماهير اللي جات ما يجيوش للجماهير في تونس منذ سنة كاملة. تحدد موعد، تحدد موعد الماتش لعيادة ومازال ان شاء الله بقدرة ربي في جانفي. هي كانت باش تتعمل في اكتوبر لكن مالوروزمون اللي صار هذا الوباء واحد وكل شيء حتى كي باش يجيو ملاعبين من برا معناها صعيب شوية طوى، معناها كانت باش تتعمل في الوقت هذا سبتمبر ولا اكتوبر، مي بقدرة ربي بقدرة ربي باش تعمل في جانفي، لان اللاعب هذا كي تخزر له اليوم اخلاقيا وتشوف لي كاليتي تكنيك اللي عنده مونك لافيتيس مالوروزمون كبرنا الكل، مي فريمون ينبهر الناس الكل وتشوف الترحب كي يمشي كامل الجمهورية سواء في سقيت سيدي يوسف سواء في الجم بارتو 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 تشوف الترحب نتاع الناس بعيادي الحمروني شيء يعمل 66 كيف. اليوم الكرة اعطى للكرة برشا، الحظ ما مشاش معاه او نيفو فينانسيي مالوروزمون، احنا اوني لا جوستومون هالجوالات هذوما الكل اللي يستحقوا اللي اعطوها للكره، الكره يلزمها اليوم تعطيهم برئاسه زياد المساني في عبد الكريم عظومه، ما ننساوش خونا زبير بيا، الاولاد الكل راهو خالد فضل ما نحكينا عليه برشاده راهو من كامل الجمهوريه، تشوف كريم حقي كيفاش معناها فرح بقديده نفس الشيء، معناها شيء يعمل 66 كيف. اما انا اعطيتهم فكره يلزمنا ناثروا الجيل هذايا باش ما يتيحش في الاغلاط، سيرتينمون فما برشا جوارات عملت اغلاط، باش ما يتيحوش في الاغلاط اللي عملتهم جوارات القدماء اللي كانوا اكسبسيونيل على تولي نيفو، واليوم جوارات نتاع توا يلزمنا ناثروهم باش ما يعيشوش نفس الماساه اللي قاعدين يعيشوا فيها سيرتين جوار. انت قلت تستغرب من زياره خالد حسني، لكن انا ممكن اللي يمكن تفاجئ شويه هي زياده التلمساني، خاطر نعرفوا كبرشا ديما فما كلام على انه زياد يحب يشد الجامعه، هذا يمكن استغراب شويه ولا سي المنشي. هو انا باش نفاجئك بحاجه، وقت اللي زياد حكينا معاه وحكينا في الاشياء هذيا كل واحد عندي زومبيسيون راهو من حقه يولي وزير يولي رئيس الجامعه يولي كل واحد يلا دي زومبيسيون. زياد هو سي لوي ميم كي ابري لا بارول في سوسه في الحمامات وقال يا الاولاد رانا ما عندنا حتى شيء ضد الجامعه ولا ضد رئيس الجامعه، راهو باش نخدموا الرياضه للرياضه وباش نخدموا مصلحه الجميع. زياد التلمساني قالوا الكلام هذايا سوني اثرت مومون، راهو ثم حاجات اللي لازمها تتقال ونقولوا، واحنا اذا كان شفنا كو زياد ولا اي شخص كان معناه باش يستغل الفرصه بوجودنا احنا pour une ambition. انا جو سوي با كونتر كلكان كي امبيسيو، مي فو اتر رياليست. اليوم عندنا رئيس جامعه يخدم في خدمه كبيره برشا. انا وقت اللي غادر مسيو عيسى حياته في قناه التلفزيون قلت لهم ان شاء الله ما تندموش على عيسى حياته منذ قدوم احمد، وهو شفنا العمل اللي قاعد صاير بارابور والناس الكل ندمت على مسيو عيسى حياته. اليوم سي وديع قاعد يخدم في خدمه كبيره، سا نو فو با دير كو زياد نا با لي زومبيسيون داتر مينيستر ولا داتر بريزيدون دو لا فيدراسيون تونيزيان، لان عنده الكفاءات بور اتر سو كيل فو اتر، إلا دي زومبيسيون سي نورمال. زياد صار دين فاميا الله يرحم الوالد نتاعو سي عبد المجيد التلمساني الله يرحمه وينعمه، اي سي تري رار باش نوريك ليدوكاسيون تاع زياد، سي تري رار او موند وتنجم تشوفها خويا اسلام، ان انسيان جوار ميور بيتور ويطلع ولده ميور بيتور زاد كيف كيف في العالم ماهيش موجوده الا مع سي عبد المجيد الله يرحمه وينعمه ولده زياد. فقط تاخذ سؤال سي المنجي، اللقاء كان طلب منكم انتم ولا طلب من الجامعه؟ طلب منا احنا، طلب منا احنا من سي خالد حسني الحق، تكلم سيد وديع جري وقت من بعد كلمني سي خالد حسني وقال لي راهو سيء وكل شيء، قلت له ايش قلت لك؟ انا قلت لك الحاجه اللي عجبتني برشا سي والله كي تشوف دموع سي خالد حسني بعد انا روحت انا وياه بالسياره فريمون صافي بليزير. علاش؟ ما يلزمنا عمرنا ما نحكم على شخص ونعودها، يلزمنا نحكم على شخص للاعمال اللي قاعد يعمل فيها، وورى وظهر كل شيء. انا كي ناخذ الكلمه ونقول في سويسرا
الاشياء ماهيش موجوده هذه الكاف الشيء اللي قاعد يتعمل اليوم في سويسرا ماهيش موجوده سافيتو دير او نعطيك سكوب اخر الملعب اللي مقابل الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول هذاك كان تابع جوكرو لا سيتي اولمبيك الملعب هذاك توا عنده 48 سي لا بروبريتي دو لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول غراس او ترافاي تبارك الله دو فون شوف سي ودي جيري كيل ديرانج ولا ليسونسييل سي كون بارل دو لوي تتفكر وقت حب يكري زويتم بوندون 30 ans يا اون رياكسيون الناس كلها بوجي وزويتم تشوف المنزة تشوف كل شيء اليوم راهو ثم حاجات مهمة ومهمة جدا لازمها تتعمل جو سوي اونتيرمون داكور على السؤال اللي قلت لي او نيفو دي جون اما راهو لا باز هي اللي هي مش باهية انت كي تاخذ ان انترونور كيما خونا ماهر الكنزاري ويلقى جوارات عندهم برشا نقايص باش تولي بلوس ان ترافاي سبيسيفيك كان بوزوان باش يعمل لو بلوس لليكيب ناسيونال هذايا مش العمل نتاع سي ماهر الكنزاري تعيط ان جوار اون ايكيب ناسيونال باسكو الي الميريت ديتر اون ايكيب ناسيونال انا نقول تو سامبلومون اللي راهو الخدمه ذا عمل دو لونغ الين اذا كان اليوم سي وديع ديبي 2012 هو رئيس الجامعه انا نقول تو سامبلومون اللي الكلام اللي قاعد نقول فيه العمل لا كريتيك الي فاسيل اون ا لو دروا دو كريتيكي اون ا لو دروا دو لافي علاش الاسامي هذه فقط كانت موجوده في الاجتماع نعم علاش الاسامي هذه فقط كانت موجوده في الاجتماع علاش شنو تم اختيار نجم يجي وهو زبير بيا ما نجمش يجي نقول لك علاش لو فوندردي سوار الفوتبول اسيس في سوسا صار ماتش معناها من الامن والجيش معناها مباراه وديه كي اسيس وقسمنا بعضنا الجوارات الاخرين باش يلعبوا في ماتش ضد الفيتيران تاع مستقبل رياضي بالمرسى وكان استقبال اكسبسيونيل اورغانيزاسيون اكسبسيونيل الجوارات اللي ما مشاوش السوسة جاوا لهنا وجا سي مختار زويب معنا وجا سي زبير بيا سي زبير تعب بالماتش وكل شيء ما تعرف في مساكن يسكن وكل شيء اذا كان مش يجي الصباح وبورتو عملنا برنامج يا اخي صباح راقد وقال ان شاء الله ما معناها اعطينا معناها كل التحيه من زبير بيا السي ودي غجيري اي سي انو اي سي نو كي افي في لو بريمي با كما قال سي اسمه خالد حسني سي خالد حسني الكابتن هو اللي خذا الفكره وانا نقول لك اللي تو سامبلومون راهو كي تخالط ناس كما سي خالد حسني ومختار زيب وزياد وخالد فاضل وجمال كلهم زبير بي تبارك الله والله تتعلم منهم كل يوم وهذا الشيء اللي يلزم اليوم كي تشوف انت لانتيري دي كلوب لانتيري دي بيي لانتيري نتاع الجمعيه قبل لانتيري نتاع الاشخاص الله يهديك تشوف انت دورتموند صارت مومون وقت باش تطيح معناتها بايرن ميونخ تشوف بايرن ميونخ من بعد شعملت خذات ديريكتور سبورتيف نتاع بايرن ميونخ اليوم ماتيا سامر قالوا لهم كيفاش قالوا لهم ايه ما يحبش بايرن ميونخ اما يحب الرياضه والعمل نتاعو تشوفوه وشفنا ماتيا سامر اش عمل مع الي هينس يعطيك الصحة شكرا لك سي المنجي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص زيارة قدماء اللاعبين الدوليين لمقر الجامعة يوم السبت الماضي فدوة تذكر تجيكم توت سويت في الأخبار وإحنا مواصلين حتى الخ